صباح نور سنان. صباح هلا فيك. شاكو ماكو. احنا اني اقول دائما الاثنين ماكو. ان شاء الله ان شاء الله. مثل ما قلنا انت حاليا مقيم في ماساتشوستس في الولايات المتحده، وطبعا مرقت بغربات كثيره رح نحكي عنها لاحقا، انما انت مليقه نفسك باي بلد كنت؟ عرفنا عن هالروح الدائمه، روح سنان حسين. انا يعني دائما اي بلد ادخل فيه اذا وجدت روحي فيه هي روحي تسحبني لهذا البلد. حلو. يعني مرات أحس إسطنبول ألاقي روحي فيها، ومرات لا، مرات يعني زرت باريس حسيت روحي فيها. نعم. رحت على الكويت كمان. الكويت أشت فيها، وأشت فيها وقت كثير كان رائع، والناس كانوا رائعين جدا معي يعني بالذات يعني. كان في صديق رائع جدا اسمه صباح الرئيس، يعني هناك كان في محاولة جديدة لبناء سنان حسين. نعم. في الكويت. كل تجربة بالحياة هي بالضبط محاولة. او كل وقت يعني معين للفنان هو يحاول يدرس ذاته، يدرس روحه. نعم. وبالنتيجة ممكن يعني يخرج بشيء معين او نوع يعني. نعم. ويغني شخصيته اكيد. سنان انت يعني اكتشفت موهبتك بعمر ال 14 سنه. اي نعم. طيب انه بس حدا هيك يسمع بحس انه اكتشاف الموهبه شوي اجى ربما مؤخر، يعني بحس دائما انه الشخص اللي بيرسم بيكون من هو صغير بحب يمسك الالوان ويرسم. لا لا، مو بالمعنى الحرفي هذا. نعم. فانكوخ يعني بدأ يرسمه هو تقريبا بالثلاثينات. أها. اي يعني مو بالنتيجة انه كيف هو اكتشفت موهبتك خبرني. هذا الموضوع الى علاقة احنا تكلمنا بالروح قبل شوي. الى علاقة بالروح. نعم. الى علاقة بالمحسوسات. يعني في فيلسوف اسمه بول فيلر بيقول انه المحسوسات هي اللي تدل على الطبيعة أو على الخلق. والخلق هو مشكلة يعني ما بين الجمال والفن والجمال مختلفين جدا، فمرات كذلك الفنانين يعني مو بس الناس يختلفون ما بين فهمهم للجمال وللفن، لأن الجمال هو إلى علاقة بالمشاعر والحس، بس الفن إلى علاقة بالخلق والابتكار. نعم. يعني بدايتي أنا كانت إلها علاقة بالمحسوسات والمشاعر، إذن يعني كبداية موهبة. بس من بديت أوجد سنان حسين كخلق أو كبناء معرفي جديد اختلف المعايير اختلفت. نعم. لأن أصبحت أنه أبحث عن شيء جديد أو خلق جديد، فهو هذا الفن. فالناس يعني أو الفنانين لا يدركون ما هو الفن وما هو الجمال. أنت تتكلم عن معايير وكأنه المعيار الأساسي في فنك هو الغرائبية اللا معيار. مثل ما عم نشوف يعني بالصور هناك جنون، والشائع أن الفنون جنون والجنون فنون. في كتير مزج بين الإنسان والحيوان. نعم. في ناس بأجسام بشر وبوجوه حيوانات. هل تقصد أن تكون مختلفا؟ الفنان بحد ذاته يجب أن يكون مختلف. إذا ما كان الفنان مختلف ما بيترك بصمة أبدا. فالبصمة جدا مهمة للفنان حتى يوجد ذاته، يوجد روحه. كيف تعرف عن فن سنان حسين؟ أنا أعتبر الفن اللي أقدمه هو معاصر. يعني ما أحب أن يكون الفن هو ينطلق عليه اسم معين، لأن الفن ما له اسم. يعني كل الفنانين القدماء وكذلك المعاصرين ما تلقوا تسمية لفنهم. النقاد هم عملوا إطارات للفن.
هذا فنان تعبيري، هذا فنان سرياليزم، ذاك فنان يعني رياليستيك. فالفن ما في هذا القيود. نعم. الفن هو كيف أنت تشعر فيه، كيف نعم. تلامسه. هذا الفن إذا ما لامسك هذا مو فن. نعم. حتى إذا كان قبيح، حتى إذا كان مشوه، حتى إذا كان عابر، بس بالنتيجة مؤثر فيك. يعني مرات أنا يدخلون للمعرض تبعي بيقولون إحنا دخلنا كأنما داخلين إلى مكان مقدس. لأن أو بالنتيجة ليه الوجوه مشوهة، ليه الوجوه. وكل شخص بيفهم الرسمة بالطريقة اللي هو بمخزون الثقافي اللي موجود صحيح. عنده وبتجاربه اللي هو بالضبط. بس هذا الموضوع هذا نعم. الموضوع أنا بالنسبة لي حتى لو كانت اللوحة يعني يقولون عنها أنه قبيحة، أنا كثير بحترم هذا الموضوع نعم. وبيأثر فيها. ليه؟ لأن هي أثرت بالآخر من أنه تكون نيوترل أو أثرت لا هوية لها. يعني هو إذا حزن هو أثرت فيه، إذا حس بالقبح أثرت فيه نعم. إذا حس بالجمال أثرت فيه فبالنتيجة إحنا إعادة خلق هذا الفن. صحيح. زين إذا أنا أرسم الوردة نفس ما هي نعم. يعني ما بتكون مختلف نعم. كنت حابة أسألك عن يعني لأي مدى بتشعر أنه ما نعيشه بالوطن العربي، لأنه أنت شخص بالآخر قد ما تغربت بتنتمي لهالمحل، قديه بتأثر برسوماتك؟ يعني في وجع، في العراق بالذات بيعيش أزمات ربما متتالية، أوضاع بالوطن العربي مش على ما يرام بكل الأوقات. لأي مدى بتشعر أنه هذا الوضع ممكن أنك أنت أو أنت فعلا بترجمه بلوحاتك؟ أنا خرجت من العراق على أساس طائفي. أوكي. هذا الموضوع كثير أثر فيه، لأن يعني أريد أختصر الموضوع لأن أعرف وقت البرنامج قصير. من بديت أرسم كانت اللوحات رمادية مايلة للسواد، ما فيها ألوان طبعا، لأن هذا الموضوع بروحي. بعدين بتقول أنه ريحة الدم طبعاً في العراق رافقتك في غربتك الجديدة كثير بشكل يعني كبير جدا. يعني يعني حتى اللي يحبون سنان ويحبون لوحاتي بيقولوا لي سنان يعني كافي رماديات، كافي، بدنا نشوف لون، بدنا نشوف. يعني الآن من بدأ الموضوع بالعراق شوي انفتح، بدأ الأمور تأخذ مجراها، ما نقول الحقيقي، نقول ممكن عودة الحياة شوي الشبه حقيقي. يعني مش كثير يعني، بس بالنتيجة في عودة. صارت اللوحة مختلفة يعني. وكذلك يعني العراق بوجدينك. طبعا 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 اكيد اكيد. طيب بالنسبة الى المعارض، عرفنا طبعا حضرتك عالمي، وعرفنا حاليا انه لوحاتك واعمالك ستكون في شيكاغو في ايطاليا وانت بلبنان تتجهز لمعرض، صح؟ بالضبط بالضبط. يعني كنت جاي اشوف قاعة معينة حتى اشوف القياسات والمقاس، يعني لازم الفنان يكون يشوف المكان حتى يعرف هو شو راح يضع فيه. نعم. بدي أسألك عن نصيحتك للفنانين الصاعدين من الوطن العربي، شو بتقولهم؟ يكونوا ذاتهم بس يعني. نعم. ما في، لأن الفنان لازم يكون ذاته. إذا يكون يقلد ويعني يرسم بالبداية خلي يقلد، يعني ما في أي مشكلة يعني. نعم. بس بالنتيجة بعد فترة معينة يترك هذا ويشوف ذاته وروحه وقلبه وين يدله. لأن هو القلب دليل يعني. أنت بمقابلة سابقة بتقول أنه التجارب في الوطن العربي هي إعادة تدوير الأكثرية. الأكثرية. طيب مش بالوطن العربي، بالعالم الآن، بالعالم كله. طب بالنسبة للعالم العربي، الرسم بالعالم العربي ورسم التشكيلي خصوصا، شو اللي بيلفتك فيه وشو اللي بيميزه عن العالم الغربي؟ أنا أشوف الآن الفنانين العرب هم أهم الشرق، مش بس العرب يعني منطقة الشرقية أهم بكثير من الغربي. لأن الغربي صار تحت إطار، يعني آخر فن وصلوا إلى هو البوب آرت، that's it، ما في بعد شيء جديد.
يعني كل الفنانين اللي جيف كونز وهيرست وغيره كلهم دي يشتغلون على مبدأ البوب آرت. أو لك بيلحقوا التقنية أكثر من الإحساس، ونحن بالعالم العربي عندنا إحساس أكثر. بالضبط، هذا الشيء جدا مهم الآن أنت تطرقت عليه، لأن هم يشتغلون على الأحاسيس. الفن العربي الشرقي ويأثر فيهم الموروث، الميثولوجيا، يأثر فيهم الحالة الآن. الغرب صناعة. جيف كونز يقول أني أصنع لوحة، أنا مو فنان. هو عنده شركة ويقدم صناعة عمل. شو يحبون الناس؟ يحبون المودرن، هو بيخلي مودرن يعني. بس هذا هي الحياة. بشكل عام بالعالم الغربي هيك حياة مكننة أكثر. بالضبط، مكننة. يعني الفنان التشكيلي سنان حسين، بدي أشكرك كثير على هالفقرة. أنا أشكركم جدا. موفق ببيروت. موفق. أنا أشكر.